فالأخلاق هي عنوان الشروط والتي حثت عليها جميع الأديان، فكل الشعوب والأديان طالبت من أن توجد الأخلاق ويوجد الجمال أينما كان. باليرة الجمال بالنظر، ونسب كل القيم الجمالية إلى النفس، إلى الإنسان الداخلي، ولا يكون إلا الجمال الجسدي، ولا يكون بالجمال النفسي كما أكثر من الجمال الداخلي. اليوم ورشة عملنا تتحدث عن الجمال والأخلاق، وهي أحد فروع علم الاجتماع، كذلك هي أحد الساحات التي تعالج فيها الجينيولوجيا. فالجمال والأخلاق كانوا سابقا مرتبطان مع بعضهما البعض كالجسد والروح، ولا يمكن الفصل بينهما، حيث كان الجمال والأخلاق يرى بالفضيلة والكرم، لكن حاليا انفصل الجمال عن الأخلاق، والهدف من ذلك هو تشويه الصورة الصحيحة للإنسان. فالجمال والأخلاق هو مطلوب بكل زمان ومكان، وخاصة في أوقات الحرب فالأخلاق مطلوبة، وعلينا أن نحافظ على الأخلاق للقدرة على التخلص من المصاعب والصعوبات والحروب. عملت الحداثة الرأسمالية على تشويه الصورة وإبعاد الأخلاق عن الجمال، وهدفها كان الهدف الرئيسي هو ربحها الأعظم وتشويه صورة المرأة وحصر دور المرأة بشكلها وجسدها، حتى تصبح المرأة بعيدا عن جوهرها. ولكن في الجينيولوجيا تبحث في هذه الساحة لإعادة ربط الجمال بالأخلاق، لأنه ميدان مهم جدا بالنسبة للجمال، بالنسبة للجينيولوجيا. إنني أحسني وقائما على ربط قدر الفتيات كلمات طويلة ابتداء من سن الخامسة ليجعلني أقدر عن الجمال والأخلاق. هلا الجمال، مفهوم جمال العالم، يعني أغلب البشر فهمانينه أن جمال الشكل، إذا كنتي حلوة معناتها أنت مقبولة بالمجتمع، إذا كنتي بشعة لازم أنت مالك مقبولة. هذا مفهوم غلط. الجمال هو جمال الأخلاق، جمال الروح. الواحد إذا ما كان عنده أخلاق ما عنده جمال، لو كان من ظهره الخارجي جميل. فالأخلاق قبل الجمال أنا بظن، يعني أنه ورشة عمل كانت تحدثنا فيها عن عدة مواضيع، كان ضمن المواضيع هاي عن الدوغمائية اللي هي بتعبر عن العقل المتحجر، العقل المقتنع بفكر يعني خاص له هيك. هذا الدوغمائية بتعبر عن الشخص اللي متمسك بأفكاره العقلية الذهنية القديمة، وبالإجبار إنه بده يخلي العالم كله تقتنع بفكره هو. وهي المواضيع كلها أغلبها يعني إنه دائما يعني العالم تتحدث عنها بشكل عام، يعني فضروري كان انه نعمل هالورشات هاي، لاني هذا فكر يعني انه لازم كل النساء تنفتح له وتفهمه. يعني طيب هسه متى يمكن ان نقول